فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الحكم في تقسيم التوحيد إلى أربعة أقسام بزيادة التوحيد للحد؟ لا نحد نقسمه إلى أربعة أقسام، توحيد ثلاثة أقسام بالتفصيل وقسمان بالإجمال. الإجمال توحيد الربوبية يدخل فيه الأسماء والصفات، توحيد العبادة الإلهية. وإذا فصلت تقول ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا مفصول من الربوبية لأن فيه من أنكر الأسماء والصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فهم أفردوه لأجل الرد عليهم، وله داخل في توحيد الربوبية. وأما أربعة أقسام هذا لا أعرفه. نعم.